مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع. نتوقع أن يكون الطقس مستقرا في أغلب مناطق المملكة، هناك رياح نشطة على أجزاء من المناطق الشمالية والمناطق الشرقية أيضا، والأجواء حارة إلى حارة نسبيا بالنهار ودافئة إلى حارة نسبيا أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى خلال الثلاثة أيام القادمة تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى حارة نسبيا تؤثر على المملكة، تبقي الأجواء حارة في معظم المناطق المملكة. والأجواء المتوقعة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا، وتقريبا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض هي بحدود 26 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الأربعاء الأجواء حارة بالنهار معتدلة إلى حارة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة 37 والصغرى المتوقعة 27. أيضا يوم الخميس والجمعة أجواء حارة أثناء النهار، حارة نسبيا أثناء الليل. الخميس الحرارة العظمى المتوقعة 38 في الرياض والصغرى 27. كذلك يوم الجمعة العظمى المتوقعة في الرياض 38 والصغرى 27 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة. المناطق إسكاكا 40-26، تبوك 35-22، عرعر أجواء مغبرة 39-25 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة أجواء حارة 40-27، جدة 37-28، مكة المكرمة أجواء حارة 41-27، الطائف 31-20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا تقريبا، الباحة 26-18، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، أبها 27-17 مع أجواء غائمة جزئيا وسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، جازان أيضا غائمة جزئيا 36-30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية حفر الباطن أجواء حارة 39-23، الإحساء 40-26 أجواء حارة، ومنطقة الدمام أجواء حارة 38-27 مع فرصة لتشكل الضباب خاصة يوم الأربعاء صباحا وفي الفترة الصباحية، يتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أيضا، ونحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية. العظمى في الدمام 38 والصغرى 27 درجة مئوية.